الموسم الكروي الجديد موسم 2014-2015 مبدئيا عام سعيد جديد على كل العرب وكل المصري ومحاولة هجومية وبداية الهجمات حقيقة المصري ولكن في يد عصام الحضري. مبدئيا عام سعيد جديد على كل العرب. إلى محمد محسن أبو جريشة في الجانب الأيسر إلى محمود عبد الحكيم محاولة هجومية محمود الحاوي محمود عبد الحكيم توصل لمحمود من جديد إلى عصام الأدهم يستعد للتصويب تصويبة لكن الحضري واقف. محمود عبد الحكيم محاولة هجومية حكيم عدى وفات لكن محمود عبد الحكيم في المواسم السابقة كان أفضل من كده بكتير. لو تيجي تتكلم عن محمود عبد الحكيم اللي كان بيرتدي فانيلة بتروجيت أدي المحاولة الهجومية يا ولد يا إيهاب المصري المصري وعصام الحضري والتفوق لعصام الحضري من جديد إيه. شوف المحاولة من جديد شوف الإعادة تاني إيهاب المصري وفدائية عصام الحضري فدائية بشكل قوي وشكل رائع جدا واستمرارية للتألق وواقع عصام المباراه ضربه ركنيه محمود عبد الحكيم اتلعبت على طول جوه المنطقه خطيره جدا المحاوله وعايزين ركله جزاء سالم كره امام مهاب سعيد جوه المنطقه يا ولد يا مهاب يا سعيد لعيب كويس قارت نهايه الشوط الاول تعادل سلبي بدون اهداف المصري ووادي دجله. لكم تحيات المعلق الرياضي احمد عبد الرازق ولنا عوده مع بدايه الشوط الثاني الى اللقاء. 1 من يوم 7 أو 8 أو 9 مارس القادم إن شاء الله. محاولة هجومية لوادي دجلة يقطع على طول محمد بسيوني يلعب كرة عرضية بسيوني توصل لشاكر للحاوي محمود عبد الحكيم عمرو موسى تصويبة عمرو موسى والحضري تاني أحمد داوودة داوودة من لمسة ولعبة حلوة وخطيرة ممكن جول يا حضري يا سلام يا عصام يا حضري وانتو رائع من محمد محسن ابو جريشه الى احمد داوود شوف الاعاده والاعاده فيها افاده ودائما وابدا الاجاده في يد او في قفاز عصام الحضري في التوقيت المناسب ضربه ركنيه داوود ناحيه اليمين لاسامه عزب تاني ممكن من لمسه هنا اسامه عرضية خطا ممكن تاني المحاوله هنا اللاعب محمود عبد الحكيم يلعب كره عرضيه والدفاع يخلص تاني المحاوله ما زالت الهجمه قائمه للنادي المصري محمود شاكر عبد الفتاح في كره عرضيه ولكن سهله على دايره نص الملعب لمصطفى طلعت اللي مقرب له شويه الانطلاقه هنا اماميه خطيره بينيه انطلاق عطيه ممكن يا حضري شوي اللي كانت كورته من افضل ما يكون الحقيقه وانطلاقه وحطها في الزاويه البعيده وتالق من عصام كمال توفيق الحضري في ظهور رائع وظهور جيد من جديد في الدوري المصري هذا الموسم. ادي بتعاد قدام حضراتكم الكوره وتالق عصام الحضري واقع رجب نبيل على ما اعتقد مدافع فريق وادي دجله ولا محمد عبد الفتاح. تاح هو اللي واقع عامل سبرنت اماميه احمد داوده انطلق داوده عايز يعدي ضم لجوه داوودة عدى وفات في اليمين حطها حلوه بسيوني يقدر يلحق ولا ما يلحقش يلحق بسيوني يقف على كورته هيعدي عدى وفات الكره العرضيه خطيره جدا عند عبد الحكيم محمود عبد الحكيم لشاكر عبد الفتاح محمود شاكر كرة العرضيه مين موجود هنا جوه المنطقه بسيوني خطيره التصويب ممكن يا خبر افضل يعني تالق من الحضري على مرتين ترد الكرة من بسيوني شوف الكرة هنا الحضري يرد توصل لعطية اتفاجئ بالكرة عطية النشوي ولكن بره الملعب الى ضربة مرمى شوف مرة تانية الاعادة والى خارج الملعب ضربة مرمى صفارة نهاية احداث شوط المباراة التاني